برنامج مدارس معززة للصحة يعتبر الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات، ويأتي برعاية كريمة من قرينة حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. واستكمالا لخطة البرنامج، تم تنظيم اليوم حفل تكريم مدارس معززة للصحة بحضور سعادة الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الضواحي. طبعا تم تكريم 32 مدرسة من المدارس الحكومية والخاصة ضمن الفئات الذهبية والفضية والبرونزية، إلى جانب تكريم 8 جهات من الشركاء الذين يعتبرون شركاء النجاح، إلى جانب 36 مقيم. وأعلننا أيضا عن إطلاق الدورة الثانية من البرنامج التي نسعى من خلالها إلى استقطاب أكبر عدد من المدارس للمشاركة في البرنامج بإذن الله.